اهلا بيكم. النهارده معانا في موديل جديد ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. هنبتدي ان احنا ننفذه مع بعض بالخطوات البسيطه جدا. في البدايه احنا هنعمل السلسله، بس انا مش هعمل السلسله المعتاده اللي احنا بنعملها لانها بتخلي البورتفوليو او الكلاتش بتاعنا من تحت مخروم. احنا هنعمل الطريقه التانية، ان احنا بناخد حته جزء من الخيط كده بنحطه على ايدينا الشمال والخيط التاني على ايدينا اليمين، وبنبتدي ان احنا نعمل الغرز بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده اهي. هنعمل كام غرزة؟ هنعمل 41. ادي 1 2 اهي، هنعمل بالشكل ده 4 5 6. انا هعمل بقى 41 غرزة وبعد كده هنبتدي مع بعض. انا هو خلصت 41 غرزة بتوعنا. طبعا عايزة تتأكدي انت بتعدي السلاسل الموجودة من الجوانب عشان تتأكدي ان انت عاملة 41 غرزة. احنا هنا مش هنعمل اي زيادات في القاعدة من تحت، هتبقى قاعدة عادية جدا من غير اي حاجة. هندخل بين الغرز هنا وهنعمل غرز حشو عادية خالص كده اهو. هندخل لحد ما نخلص السطر كله، هنعمل غرز حشو عادية من غير اي زيادات. مش هعمل اي زيادات في القاعدة خالص ولا في اي جانب من الجوانب، تمام. انا هكمل لحد اخر السطر غرز الحشو بتاعتي وبعد كده نكمل نشوف هنعمل ازاي. انا هو وصلت لحد اخر السطر. زي ما قلت احنا من المعتاد ان احنا بنعمل زيادات هنا في الجوانب، لا مش هنعمل اي حاجة. هنشتغل برضو نفس الكلام ونفس عدد الغرز الموجودين على الجهة التانية، برضو هنعمل غرز حشو عادية خالص اهي. مش هنعمل اي نوع من انواع الزيادات. طبعا زي ما احنا عارفين ان الخيط اللي انا مستعملاه ده خيط الرافية اهو، وهنبتدي نخلص الغرز لحد اخر السطر بالشكل ده، تمام. انا هو خلاص وصلت لحد اخر السطر، المفروض خلاص كده ده اخر سطر هنقفله مع بعض اهو. انا ما عملتش زي ما قلت، ما عملتش زيادات من الجوانب. نشوف بقى الغرزة بتاعتنا هنعملها ازاي. هنعمل هنا ادي 1 2 وادخل في الغرزة التالتة، هنعمل فيها 5 غرز عمود اهي. 2 3 4 5 عملنا هنا 5 غرز عمود. هنعمل 1 2 في الغرزة التالتة هعمل غرزة حشو عادية خالص، وهعد برضو 1 2 وفي الغرزة التالتة هعمل برضو 5 غرز عمود اهي كده 3 ادي 4 5، وهعمل 1 2 3 في الغرزة التالتة هعمل غرزة حشو عادية، نفس الكلام 1 2 وفي الغرزة التالتة هعمل 5 غرز عمود، نفس الكلام دوت هعمله برضو الناحية التانية اهو. عملنا 5 غرز 1 2 3 وادي غرزة الحشو. هنكمل لحد اخر السطر عشان السطر التاني برضو لازم يبتدي عندي بال5 غرز اعمد. انا هكمل وبعد كده نشوف هنكمل ازاي. بصوا هنا السطر بتاعنا خلص، في كام فستونة من الفستونات ديت، ادي 1 2 3 4 5 6 7 اخر واحدة هنا، تمام. هنا مش هنعمل غرزة حشو ولا حاجة، لا هنسيبها
وهنبتدي نعد 1 2، وبنفس المكان اللي انا عاملة فيه في السطر اللي فات هعمل برضو فيه ال5 أعمدة بتوعي. تمام، يبقى زي ما اتفقنا ان احنا مش هنعمل في الجنب من هنا، مش هنعمل فيه خالص غرزة حشو هنا، هنسيبها فاضية هنكمل الغرز بتاعتنا عادي خالص. هنعمل برضو 5 غرز عمود، ادي 2 5 برضو في نفس المكان اللي انا عاملة فيه غرزة الحشو، ادي 1 2 3، وهبتدي اعمل نفس الايه نفس غرز الحشو، نفس اللي انا عملته في السطر اللي فات في نفس الاماكن اهي. هنعمل برضو 5 غرز اهمت، 2 3 4 5. تمام، وبرضو هنسيب 1 2، وفي التالتة نحط غرزة الحشو بتاعتنا، 1 2 3، ونكمل السطر لحد ما نعمل برضو نفس العدد. هنكمل لحد ما نعمل نفس العدد الموجود هنا، لحد ما نوصل لهنا عشان نبتدي نعمل السطر التاني، لان برضو مش هنعمل هنا، هنطلع على السطور عشان نوصل للفستونة الاولانية عشان نبتدي نعكس السطور. هكمل السطر ونبتدي مع بعض. احنا خلاص اهو خلصنا، ادي عملت 1 2 3 4 5 6 7. لازم نلاحظ ان العدد هنا لازم يكون هو نفس العدد هنا. هنا بقى حبيت اوريكم النهاية، الحتة اللي انا هنهي عليها. هنا بقى هنبتدي نعمل بعد ما خلصنا ال5 غرز حشو، هنيجي نعمل في الغرزة من هنا، هنيجي نعمل غرزة حشو. تمام، طب احنا هنا هنجيب الغرزة الحشو من هنا ازاي؟ هنبتدي نطلع على الاعمدة كده، ادي 1 2، مطلعش غرزة، بطلع بمنزلقة، وحاجة على الغرزة اللي هي الغرزة الرابعة اللي هي في الوسط، اللي هي التالت، يعني هما 5 غرز، 1 2، وفي الغرزة التالتة ابتدي اعمل غرزة حشو عادية خالص. بعد كده هاخد لفة وهاجي على غرزة الحشو اللي انا عاملاها في السطر اللي فات، وهعمل فوق غرزة الحشو هعمل عليها ال5 أعمدة تاني اهيت، ادي 1 2، يعني معنى كده ان كل غرزة حشو عليها 5 أعمدة، 3 ادي 4 5. طيب هنا انا عندي من السطر اللي فات هنا 5 أعمدة، هاجي على العمود التالت وهعمل عليه غرزة حشو، وفي غرزة الحشو اللي كانت في السطر اللي فات هعمل عليها 5 أعمدة، ادي 1 2 3 4 5. وهاجي برضو على العمود التالت وهعمل عليه غرزة حشو. الغرزة دي لو انت حابة تكبري العواميد هنا ممكن تعملي 7، اي عدد فردي، 7 9 5 5 او 7 او 9 اهو، 1 2 3 4 5. وهنيجي على الغرزة التالتة برضو ونعمل غرزة حشو، وهنكمل بالشكل ده لحد اخر السطر اهو. اهو انا كده فاضل لي اخر واحدة في السطر. انا عملت هنا 5، هحط هنا في الغرزة التالتة غرزة حشو. بصوا بقى هنا السطر اللي في الجنب ده احنا ما كناش عاملين فيه حاجة، هنيجي على الفتحة اللي هي الموجودة عندي هنا دي، هعمل فيها 5 غرز حشو. تمام، عشان كده يبقى العدد ماشي معايا مظبوط، والقفلة بتاعت اهو كده، ادي كده 4 5 اهو. عشان كده بعد كده خلاص هيبقى الشغل بعد كده سهل. هما اهم حاجة عندي السطرين الاولانيين دول، وبعد كده خلاص بنمشي بعد كده سهل خالص. كل
الغرز اللي هي عليها 5 غرز فيها 5 غرز عمود، باجي على الغرزة الثالثة واعمل غرزة حشو، والغرزة الحشو اعمل فيها 5 غرز عمود. بس اهم حاجة البداية اللي انا بديتها هي دي، لازم تكون البداية الصح هي دي اللي تمشي عليها. خلاص كده احنا بعد كده هيبقى الشغل بعد كده عندي خلاص سهل اهو. الغرزة الثالثة اعمل عليها غرزة حشو، غرزة الحشو احط عليها 5 غرز اعمدة، وابتدي اشتغل بالشكل ده داير داير لحد ما هبص الاقي خلاص كده اتظبط اهو. معلش اهي اللي وراها على طول ده 5، يبقى انا في الغرزة الثالثة اعمل غرزة حشو، اللي وراها غرزة حشو يبقى انا هعمل اعمدة، 5 غرز اعمدة، 1 2 3 4 5. اللي وراها هحط على الغرزة الثالثة اعمل غرزة حشو، وهكرر بالشكل ده. خلاص هنا لما اجي اوصل لهنا خلاص انا مش محتاجة هنا ان انا اظبط حاجة، لان هو خلاص كده ادي هنا ال5 غرز حشو، ال5 اعمدة وراها غرزة حشو. هبتدي افضل اشتغل كل سطر اعكسه بعد كده، يعني مثلا هنا هنا ده السطر دوت هيبقى 5 غرز حشو، 5 غرز اعمدة هيبقى في الوسط هنا غرزة حشو، غرزة الحشو هيبقى فوقيها ال5 اعمدة. نبتدي نشتغل بالطريقة دي لحد ما هنلاقي اتكون عندنا الفستونات الجميلة اللي شكلها حلو دي. انا هكمل برضو كام سطر كده وهوريه لكم بعد ما اخلص كذا سطر. انا كملت اهو السطر دوت، انتهى عندي بغرزة حشو. هنيجي هنا في الحرف بتاعه اهو، هنعمل ال5 غرز عمود بتوعنا. نخلي بالنا بقى هنا من حاجة اهي، بعد ما نخلص هنا ان احنا هنا هنبص نلاقي ان احنا عندنا هنا غرزة حشو، لا دي مش هنشتغل فيها، دي هنقفل عندي هنا الشغل بتاعي. هعمل غرزة حشو فوقيها تمام كده، وهبتدي اطلع زي ما عملت المرة اللي فاتت ان انا اعمل زي غرز منزلقة لحد العمود الثالث، هعمل غرزتين وهاجي على العمود الثالث واعمل غرزة حشو تمام، هاجي على العمود الثالث اعمل غرزة حشو، وابتدي اشتغل بعد كده السطر بتاعي عادي. يبقى لازم نخلي بالنا ان احنا هنا تمام في غرزة حشو، هيبقى فوقيها غرزة حشو، لما نيجي نطلع هنا نطلع بمنزلقة لحد ما نعمل غرزة الحشو بتاعتنا عشان نقدر نكمل السطور بتاعتنا عادي. الغرزة طبعا زي ما احنا عارفين كده شكلها عامل زي غرزة الصدفة او الشيل ستيتش اهي، بتبقى شكلها جميل جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها اهي. طبعا هنا في الباقي هنكمل عادي خالص زي ما احنا قلنا تمام. مفيش بس الا ان احنا لما بنخلص الغرز اللي هنا، لما بنعوز نطلع في الصف اللي بعد كده بنطلع على الغرز المنزلقة، وبعد كده بنكمل بقية الشغل بتاعنا عادي اهي. وهنكمل بقية السطر بالشكل دوت، هنعمل 5 غرز اهمت زي ما اتفقنا اهم. كل طبعا ما بنطلع كل ما بنلاقي ان الـ الشكل بتاعنا بيبان اكتر زي ما احنا شايفين اهو، بيبتدي بقى يتكون معايا اهي زي ما احنا شايفين اهي، غرزة الصدفة اهي شكلها جميل تمام. هنكمل واوريكم برضو هيبقى شكله عامل ازاي. وزي ما احنا شفنا كده بعد ما نشتغل عدد من السطور كتير،
طبعا بتبتدي تبان عندنا شكل الغرزة اكتر. بصوا شكلها جميل ازاي. هنا برضو بنكمل كده زي ما قلت لكم اهو، كل غرزة حشو بعمل فيها 5 سطور، تمام، وكل الغرزة اللي فيها عمود بعمل فيه العمود التالت غرزة حشو، وابتدي اكمل بيه الشكل ده لحد ما بخلص الكلانش بتاعي اهو. وبعد كده طبعا بعد ما بتخلصيه بقى خالص ممكن تركبي له سوستة من فوق عشان يتقفل. ممكن تكبري المقاس بتاعه، يعني لو انت حابة مثلا ان انت تعمليه شنطة يبقى اعملي عدد الغرز مثلا حوالي 60 أو 70 غرزة، برضو بيبقى شنطة شكلها شيك جدا اهو. ادي الغرزة بتاعتنا النهاردة، يا رب تكون حلوة وعجبتكم اهي بخيوط الرافية. ممكن طبعا تبطني الشنطة بتاعتك او اهي، ممكن تبطنيها بيبقى شكلها حلو جدا. وبعد ما بتخلصيها بتركبي السوستة بتاعتك. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، متنسوش الاشتراك في القناة وعايزة لايك حلو كده، واي سؤال اكتبوه في الكومنت، وان شاء الله نتقابل في موديل تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.